احنا معانا مجموعه من الصور دي لعيوب الناس مشهوره اتولدت بيها. هنا بس مشهوره جدا. خلينا نعرف حضرتك العمليه دي بتتم تصليحها ازاي؟ يعني كويس. الصوره اللي عندنا دي باينه جدا ان كان احنا طبعا على الشمال باين ان في اللي هو الانف المقوسه او المنقار. دي بقت هنا العيوب اللي احنا هنعرضها النهارده دلوقتي دي بتظهر عند سن البلوغ، عشان مع النمو بيحصل نمو في العظم ونمو في الغضروف، فبيدينا الشكل المقوس ده، او وده شكل شائع قوي في الوطن العربي. هي اتولدت كده يعني، لو جالك وهو صغير او جات لك بتخليها لما توصل لسن البلوغ. ده من اول 16 سنه ممكن نصلحه. يعني ده مش زي العيب التاني احنا اتكلمنا عليه اللي هو الشفه الارنبيه اللي هو بدايه اول ما يتولد. لا، دي عيوب بنصلحها عند فتره. يعني معلش الصوره من اول تاني، الصوره الاولانيه دي لو بنت عندها هذه المعاناه من 16 سنه ابتدي معاها 16 بالزبط. سنه مش قبلها. اللي قبلها هي اللي بتبقى موجوده مع الشفه الارنبيه. طب ازاي اوص حضرتك بتعمل ايه عشان توصلها للمراخير الحلوه كويس. الانف عباره عن جزئين، جزء العظم وجزء الغضريف. جزء العظم اللي فوق اللي هو الثابت عندنا، والغضريف اللي هو بيتحرك. هنا التقويسه اللي موجوده دي عباره عن زياده في العظم والغضروف نفسها. فلازم شوفي حضرتك لما تبقى ستريت وتبقى مستقيمه، ده برده مش بالنظر، احنا بنقعد نقيس بشكل معين برده قياس. طبعا. والحاجه الثانيه الانف بصه لتحت، فاحنا عشان نرجعها والخياطات هنا بتبقى فين؟ كلها داخليه من جوه. كلها من جوه، مفيش حاجه بتبان تماما. لا خالص. طب نشوف الصوره الثانيه، عندنا صوره ثانيه برده لافته نظرنا برضو. ده شاب. بالظبط نفس الفكره، هو كان بتاعت الاولانيه ولا ده في اختلاف يا دكتور؟ برضو عنده العلو بتاع الانف برضو والطول الطول والتقويسه كمان اللي موجوده. الحقيقه في الولد او الراجل احنا بنراعي ان الانف ما تبقاش مرفوعه قوي، يعني في فرق ما بين الانف البنت بالظبط والولد. البنت لازم تكون مرفوعه شويه، لازم يكون فيها كيرف لبره. ليه؟ هي ده مقاييس الجمال، يعني تشريحيا ده مقاييس الجمال بالنسبه للانف الانثويه. الانف الذكوريه لازم تبقى ستريت، وبتبقى الزاويه ما بينها وبين الشفه تبقى حاده او قايمه. لكن طبعا بتبقى منفرجه اكتر في البنات او السيدات. معنا صور تانية، ده هنا دي انا بنسميها المفرطحه. بالظبط، هي عريضه وفي نفس الوقت برضو في شايفه يعني انها وحشه، في علو شويه. يعني ساعات في بعض الخط المستقيم بعض الشباب بيبقى عندهم عدم ثقه شويه من وجود العيب في الانف، وخاصه الوظائف اللي لها علاقه بالهيئه او الشكل. برضو على فكره ده بيفرق بالنسبه له. طبعا. طب دكتور بزيز. عمليه زي دي انت هنا وطبعا دي كمان باينه جدا. بالظبط. ده مناخير النسر شويه. بالظبط صح، المنقار اللي هو وبصل تحت زياده عن اللزوم. لا، هنا بنرجعها للزاويه القائمه اللي ما بينها وبين الشفه بحيث يبقى شكلها ناتشرال. ولاحظي حضرتك ان دايما الشكل لازم يبقى طبيعي ناتشرال. فعلا انا لو شفت المعموله ما احسش ان هي معموله. بالظبط، لان هو مش مطلوب ان هي تبقى ملفته. نوعيه العمليه دي انت حضرتك يعني انت بتخش تكسر العظم بتمشيه ستريت ازاي؟ يعني ازاي اوصله يبقى مراخير كده من غير ما يضعضع مني؟ كويس، التكسير. معلش هو انا مش دكتور. لا صح. لا بس انا بسال يعني. انا لو كسرت عظم هيضعضع مني؟ لا، هو في الحقيقه الات معينه بتبقى فيها زي مبرد خفيف ان هو لما يشيل ما يعملش العضعضه او حته او شكل غير منتظم. لا، ده لازم تبقى هيموجينس ولازم تبقى ناعمه جدا طبعا، لان جلد الانف اصلا جلد ما فيش تحتيه دهون، فبالتالي بتبقى معلم كمان، بتبقى فيه علامات تقريبا لازم. انا احنا دايما في التجميل بنرسم قبل العمليه. بالزبط. مهم جدا نرسم اي حاله حتى الانف، فالانف لو في اي عضعضه او اي حاجه مش منتظمه هتبان. فعشان كده يهمنا ان احنا بنستخدم آلات فعلا دقيقة جدا، هي تنحت العظم، بتعمل نحت للعظم والغضروف من غير ما يبان أي جزء فيه مش منتظم. طب في إمكانية على الكمبيوتر اللي يجي لك يشوف نفسه هيبقى شكله إيه؟ في، بس أنا الحقيقة مش بحبها. ليه بقى؟ لأن هي مش خداعة. بتدي ترفع الآلات شوية. أنا بحس إنها خداعة. بالظبط. التوقعات، سقف التوقعات جدا. قوي جدا، وبيفضل منطبع في ذهنه أنا عايز الشكل ده. ومهما قلت له ده شكل تقريبي عمره ما بيبقى برضو هو شاف ده، هو عايز ده. لو بالزبط. تنتوفه ما جاتش كده بس عشان يمكن يرجع في كلامه. يعني ممكن واحده ما تشوف نفسها تقول لا خليني انا بخلقه ربنا كده جميل. والله هي لو المرحله بتاعت ان هو يرجع في كلامه المفروض دي تبقى واجب الدكتور اكتر. ان هو شايف ان هي لا مش هتبقي كويسه او النتيجه مش هتبقى كويسه قوي، فالمفروض ان ده بيبقى عندنا، ده المفروض ان يبقى دور عليا.